تاريخ الفوتسال المغربي. دين القنيطري الفريق الذي حضر في القسم الاول وهو الاخر قدم عرف يعني الشاطئ الشمال والشاطئ الجنوب ومحاوله خطيره عن طريق ايوب حشاش وتصدي جميل من الحارس الشاب المتالق محمد المتوكل. الكره عند اللاعب دين القنيطري سديده والتالق مستمر من حارس نادي سبورت القنيطري محمد المتوكل. والهدف الاول لصالح دينا القنيطري عن طريق اللاعب عثمان الهوكري. تمريره متبادله عند ايوب حشحاش، ايوب حشحاش غيبحث على الاهداف، وتدخل ناجح من محمد المتوكل. عندي يحيى بياق عند انس ناصر، كما قال الزميل ديالي عندي الصباري، وضائعه والهدف الاول صالح نادي السبو القنيطري على بعد 15 ثانيه من نهايه الشوط الاول للمقابله. يعني كره كتضرب في العارضه من عند مهدي سعدان كترجع عند يحيى بايا اللي كيسجل الهدف التعادل، الهدف الاول لصالح نادي السبو القنيطري على بعد 15 ثانيه من نهايه الشوط الاول. نادي سبو القنيطري كيتمكن من تعديل النتيجه عن طريق الدولي المغربي السابق يحيى بايا لصدارات القسم الثاني، وبالتالي تحقيق الصعود قسم الاضواء. هدف جميل نادي سبو القنيطري عن طريق اللاعب انس نصر، ضربة خطأ مباشرة في الزاوية 90 عن طريق اللاعب انس ناصر، وكت يعني الحارس هشام خميس حاول يتبعها لكن قطع عند لاعب القنيطري سفيان مختوس، كما قال الزميل ديال عثمان الهوكري. والهدف كما قلنا، الحظوظ ديال دينا القنيطري كتبقى دائما مفتوحه من اجل تعديل النتيجه. الدقيقه 34 من المقابله، نادي دينا القنيطري كيتمكن من تعديل النتيجه عن طريق مسجل الهدف الاول عثمان الهوكري. الدقيقه 14 من المقابله، هدفين مقابل هدفين، دينا القنيطري كيتمكن من تعديل النتيجه اخر. الدقيقه 34 من المقابله، الحكم امر باعطاء المسافه القانونيه، انس ناصر كيتقدم كيسدد، والهدف الثالث لصالح نادي السبو القنيطري في الدقيقة 34 من المقابلة. نادي السبو القنيطري كيتقدم بثلاث أهداف مقابل هدفين على الجار نادي دينا القنيطري. فض على النتيجة. بزاف نهاية المقابلة بتقدم نادي السبو القنيطري بثلاث أهداف مقابل هدفين. سجل أولا نادي دينا القنيطري عن طريق اللاعب عثمان الهوكري على بعد 15 ثانية من نهاية الشوط الأول. نادي السبو كيتمكن من تعديل النتيجة. الهدف الثاني من ضربة خطأ مباشرة عن طريق أنس ناصر، تعديل النتيجة مرة أخرى عن طريق عثمان الهوكري، لكن أنس ناصر كيتمكن من تسجيل الهدف الثالث. كان معكم في العارضة التقنية كل من إبراهيم الهاشمي زكريا أمازيغ، وفي التصوير خالد سيد، وفي التعليق المهدي قشيني، ونضرب لكم موعدة في وقت لاحق إن شاء الله. الحمد لله ضروري هذا الفوز الثاني ضروري غيعطيك واحد العزيمة والإصرار باش تزيد تخدم، حيت راه الماتش عارفين الماتشات الأولين هما كلشي في البطولة. الحمد لله خدينا 3 بوان مع فرقة مزيانة ديال دينا، ضروري الديربي تكونوا بحال هكا إن شاء الله، نتمناو نكملوا بحال هكا. والمباراة راه تدوز في أجواء اللي هيتشكوكية، ضروري من تكون الدراري تعرفوا بعضياتهم، الدراري تشوفوا بعضياتهم، تلاقوا بعضياتهم في الزنقة، حتى واحد ما تيبغي يخسر. وأصلا عاد زيد دينا هي فرقة يلعب على الطلوع، ومازال ما تحسمات واش غادي يطلعوا ثلاثة ولا غادي يطلع وحدة، ضروري خص وحدة اللي كتشد الراس. وهادشي اللي هادشي كيفاش شفتوا كيفاش داز الماتش؟ الماتش كيكون حريقين كما تقول. صراحه الفريقين بجوج قدموا واحد الاداء اللي هو مزيان، اللي كيليق بكره الصاله داخل 15 متر.
كنهنا الاسبوع هذا في المنتخب. بالعكس حنا ديما لي زوبجيكتيف ديالنا هو الصعود، ماشي ماتش خسرناه هو نهايه الموسم. بالعكس يعطينا دافع باش نزيدو نخدمو ان شاء الله باش نحققو الهدف ديالنا اللي هو الصعود ان شاء الله.